سمي شيئاً مرتبطاً بالحشرات. دول حشرات. شيء يتعلق بالتخرج. قبعة التخرج. مكان تجد فيه كثير من الحصى. الحصى البناء. وسيلة مواصلات تعمل على طرق محددة. التوك توك. مكان يمكن أن تجد فيه ملكة. ملكة عرض أزياء. شكراً جزيلاً. خلينا نشوف الإجابات الجد إجتك. تفضل. خمس أسئلة سألتك إياها، ورد نشوف الدرجات اللي جبتها على إجاباتك. السؤال الأول، سمي شيء مرتبط بالحشرات. قلت دواء الحشرات، دواء الحشرات ودواء الحشرات، صح. 28 نقطة. السؤال الثاني، شيء يتعلق بالتخرج، وقلت القبعة، قبعة التخرج اللي ربما يلبسوها، نعم، الطلبة الذين يتخرجون من الإعدادية أو من الكلية. السؤال الثالث كان مكان تجد فيه كثير من الحصى. قلت إيش قلت؟ البناء. بناء يعني موقع عمل، موقع بناء، نعم. 15 نقطة. السؤال الرابع، وسيلة مواصلات تعمل على طرق محددة. قال التوك توك. التوك توك مو توك توك. والتوك توك خطأ، خطأ، ما أجى إنه وسيلة مواصلات، ممكن غير شيء بعدين نقوله من تجي الأخت وسن. السؤال الخامس، مكان يمكن أن تجد فيه ملكة. قلت الأزياء، عرض الأزياء، عرض أزياء، وعرض أزياء، شفت؟ إذن أيضا خطأ